اسمي طير. من درك احنا نحكوا في من ناحيه الخدمات، لازم تمتاز بالسرعه اول حاجه تمتاز بها، والجوده في الخدمات. جاء اسمي طير، الشعب الجزائري كاع كيقول اسم راني جايك طاير، راني هابط طاير، راني رايح طاير. جاء اسمي طير، استنتجناه من كلمه يا طير. هذه الكلمه راهي اسرع حاجه في الكون، وزدنا درنا اللوغو كما راكم تشوفوا فيه كما هكا. اللوغو كان حرف الايكغيك، راه جاي على شكل او صقر، يسموه صقر الشاهين. هذا اسرع حاجه في الكون، هذه جا استخلصنا منها حرف الايكغيك، لكم تشوفوا فيه جاي على شكل صقر. هذاك هو راه شغل صقر الشاهين، من اسرع الصقور في العالم. اسرع حاجه في الكون هي صقر الشاهين. لاحظتوش قاعدين يخدموا طايره، يخدموها على شكل، يخيروا على الاشكال تاع الصقور، اشكال كيما طايره السخوي، طايره الطاير، الطايره هذه السرعه اللي شغل اسرع من الصوت، سرعه الصوت فوتها. حنا رانا ننتزو في الشركه نتاعنا بالسرعه والجوده في الخدمات. هذه السرعه والجوده في الخدمات راهي ناقصه في الجزائر. ما كانش السوق راه فارغ، ما كانش سرعه. قال تروح شركه توصيل تكيله في السرعه، السلعه نتاعها تلحق، هو ما يلحقش، هي تلحق مكسره، هي تلحق رايحه كاع، هي تلحق الاخر. حنا ننتزو ان تكون التوصيلات نتاعنا بالسرعه والجوده. راح نديروا تحدي في الجزائر، راح نكونوا اول شركه جزائريه راح تمتاز بهذ الزوج حوايج، هي السرعه والجوده. السرعه والجوده في واش؟ التطبيق نتاعنا راح نلحق 1500 سائق في يطير شوفور. تطبيق تدخل البلاي ستور يطير شوفور، لحقت اكثر من 1500 سائق. راه معنا سجل معنا في ظرف 10 ايام. سما دركا رانا كلمه يطير راهي تمشي، راهي طايره الحال. دركا رايحين نزيدوا. حنا واش رايحين نزيدوا نديروا؟ رايحين نزيدوا نتوسعوا في الاكسبريس، تكون التوصيلات نتاعنا تكون من اسرع التوصيلات، شركه التوصيلات في الجزائر. ورايحين نخرجوا ثاني للعالميات باذن الله تعالى. هذا هو الاسم يطير، منين جاء، منين استخلصنا اسم يطير، وزدنا حداه كلمه سيرفيس الخدمات. راح نكونوا في خدمات الاكسبريس، خدمات الفي تي سي، خدمات توصيلات لفاست فود الاكل، خدمات كاع راح نكونوا فيها ان شاء الله. راح نمتازوا بها بهذ الزوج حوايج، السرعه والجوده في الخدمات. وعندنا الشعار نتاعنا هو شيء مع يطير كاع نطيروا. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.